أعلن بوتين امتلاك بلاده تقنية تصنيع أسلحة الليزر منذ عام 2018، وها نحن وفي شهر يوليو تموز الجاري تستمر روسيا في تطوير ترسانتها العسكرية، حيث أعلنت عن تطوير سلاح الليزر. هل يعد ذلك تهديدا للعالم والغرب؟ ما فائدة صواريخ الليزر؟ وهل لديها القدرة على تدمير الأقمار الصناعية؟ هل ستنتقل الحرب من الصواريخ التقليدية والنووية إلى صواريخ ليزر تدمر البنية التكنولوجية للعالم؟ لا أقمار صناعية بعد اليوم. روسيا تهدد بحرق أمريكا وإسرائيل بالليزر. مع مرور الوقت تقل أهمية الأسلحة التقليدية، وتتجه الأنظار إلى أنواع جديدة من الأسلحة التي يمكنها إحداث دمار شامل في دول العدو. وعليه اتجهت الأنظار الروسية إلى صواريخ الليزر بوصفها صواريخ يمكنها إحداث دمار شامل في المنطقة، كما يمكنها تدمير البنية التكنولوجية للعالم. وبناء على ذلك تعد تلك الصواريخ أشد فتكا من الصواريخ التقليدية. كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة من الأسلحة عام 2018، من بينها سلاح الليزر الروسي الذي أثار الكثير من الجدل حوله، إذ أعلن بوتين عن إمكانيات وقدرات هذا السلاح في تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية، وأطلق عليه اسم بريسفيت نسبة للراهب الأرثوذكسي المحارب من العصور الوسطى ألكسندر بريسفيت الذي لقي حتفه في معركة طاحنة. وأكد الرئيس الروسي بوتين أنه جرى تجربة السلاح الليزر الروسي بريسفيت، والذي تمكن من إحراق طائرة مسيرة في غضون 5 ثوان، وأضاف أنه يمكن أن يعطل جميع أنظمة استطلاع الأقمار الصناعية التابعة للعدو في مدارات تصل إلى 1500 كيلومتر، مما يؤدي إلى تعطلها أثناء التحليق بسبب استخدام أشعة الليزر. الأقمار الصناعية الأمريكية في مرمى نيران صواريخ الليزر الروسية. أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن روسيا تعمل الآن على تطوير سلاح ليزر جديد خطير يمكنها من تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن روسيا تجري العمل الآن على تطوير هذه الأسلحة الخطيرة في منطقة جبال القوقاز للعمل على تدمير الأقمار الصناعية الأجنبية فوق الأراضي الروسية، وذلك بغرض فرض سيطرتها أكثر ومنع ظهور ما تجريه وما تصنعه روسيا للعالم عبر مراقبة الأقمار الصناعية. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أن تهديد روسيا باستخدام هذا النوع من الأسلحة يثير الكثير من الشكوك حول نية الروس من استخدامهم لهذه التقنية الهائلة من الأسلحة التدميرية التي يمكنها إعادة العالم إلى عصور وسطى وما قبل التاريخ، إذ يمكنها تدمير البنية التحتية التكنولوجية في العالم أجمع. روسيا والصين عدو مشترك. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن أهداف روسيا من الغرب هي ذاتها أهداف الصين أيضا، إذ تسعيان إلى السيطرة على القارة العجوز الأوروبية، وتسعيان أيضا إلى السيطرة على الموارد، وبالتالي فرض هيمنة روسيا أو إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي كما كان في السابق. فروسيا تسعى لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية التي تحوم فوق سمائها، والصين تسعى لإنتاج أجهزة يمكنها التشويش على الأقمار الصناعية الأمريكية، وعليه تستطيع بكين وموسكو العمل في الخفاء. كما أضافت الصحيفة أن روسيا قد تتجه إلى مساندة طهران في إنتاج الأسلحة النووية من خلال تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية التي تهيمن على سماء طهران. أسلحة الليزر، أسلحة المستقبل. صرح أحد المسؤولين الروس أن أسلحة الليزر أسلحة المستقبل، حيث تمكن الدولة التي تمتلكها من السيطرة على العالم وغزو الفضاء، وتمكنها من تدمير البنية التكنولوجية في العالم لتصبح الأسلحة المستقبلية التي ستنهي عهد الأسلحة التقليدية التي دامت لقرون من الزمن. وأضاف المسؤول الروسي
أن العلماء الروس ابتكروا الآن وأنتجوا كميات كبيرة من الناحية العملية أنظمة ليزر أكثر قوة من حيث الحجم، يمكنها أن تسبب تدميرا حراريا لأجهزة مختلفة. وأكد أن الأسلحة التي تقوم على مبادئ فيزيائية قادمة بقوة في مجال التسليح على مستوى العالم. بيرسفيت الروسي. نشر الجيش الروسي لقطات مصورة لأنظمة الليزر بيرسفيت القتالية التي دخلت مرحلة التجارب، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة تعليق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى خلال 60 يوما. هذا وتحاط منظومة بيرسفيت بالسرية، حيث لم يكشف للآن عن مواصفاتها التقنية أو قدراتها العسكرية بالتفصيل، باستثناء أنها تركب على منصة ذاتية الحركة. وقال الخبير العسكري ديمتري كورنيف إن مجمع الليزر القتالي الروسي بيرسفيت مصمم بشكل أساسي لتعطيل الأقمار الصناعية، ووصف هذا الليزر القتالي بأحد مستويات الدفاع المضادة للأسلحة الفضائية، وأشار إلى قدرته على تدمير الأقمار الصناعية. هذا الخبير الروسي أضاف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية بأن هذا السلاح يستطيع تدمير الأجهزة الفضائية في المجال القريب من الأرض في مدارات يصل ارتفاعها إلى 500 كيلومتر، ومن المؤكد أن هذا السلاح الجديد سيحجب المعدات ويعطلها وسيقمع الأنظمة الكهروضوئية للأقمار الصناعية باستخدام الليزر. استخدام الليزر في الحرب الروسية الأوكرانية. أعلن يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي عن استخدام بلاده سلاح الليزر زاديرا في الأراضي الأوكرانية، والذي حقق خسائر كبيرة في صفوف الأوكرانيين، وهو يمثل نقلة نوعية جديدة في الترسانة العسكرية الروسية. وعليه أكد المسؤول الروسي أن بلاده لن تتوانى عن استخدام سلاح الليزر بغرض فرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية وإرهاب الغرب ووقف الدعم العسكري الغربي والأوروبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأكد المسؤول الروسي أيضا أن هذا السلاح الروسي استخدم في أوكرانيا من أجل إسقاط الطائرة الأوكرانية المسيرة التي تعمل أوكرانيا على تكوين جيش منها ضد القوات الروسية. من جانبها دحضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون هذه المزاعم الروسية، وأكدت أنه لا توجد أي مؤشرات على أرض الواقع في أوكرانيا على استخدام روسيا لهذا النوع من الأسلحة، وأن روسيا تحاول بث الرعب في قلوب العالم عبر تلك التصريحات. وعلق محللون أنه وإن كانت تصريحات فقط، فهي تثير الشكوك حول تحول الحرب من الأسلحة التقليدية إلى الأسلحة التي تدمر البنية التحتية للتكنولوجيا في العالم.